كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم احنا بلعبة بي كي اكس تي، واليوم جايز جبت لكم ايميل جديد من شركة لعبة بي كي اكس تي. فاليوم جايز راح اشارككم معكم وراح نشوف ايش فيه كذا، وكمان احسه كثير صراحة حلو بمناسبة رأس السنة وكذا. وبس قبل ما نبلش هذا الفيديو لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وكمان حطوا لايك لهذا الفيديو، فلازم جايز ضروري انكم تحطون لايك كمان تشتركوا بالقناة. وبس هلا طبعا خلينا نبلش. طبعا جايز قبل لا افرجيكم الايميل وكل شيء، فلازم جايز ضروري تتاكدوا انكم حاطين لايك ومشتركين بالقناه. وكمان جايز فولو على الانستغرام تبعي، لانه بالانستا عامله مسابقه ديت، بس تقريبا 4 اشخاص اللي شاركوا. والله زعلت ما توقعتها، كنت يعني بدي اعملها كهديه لعيد ميلادي، لكن جايز ما شاركوا كثير، انا كثير انصدمت والله خجلتوني جايز. فقال جايز روحوا انتو شاركوا بمسابقة اللي عملتها سوية. بس هلا جايز طبعا خلي انه نبلش وراح نشوف الايميل اللي بعتولي. اول شي خلي احكيكم شوي يعني عن الايميل، يعني هاي شو بعتولي فيه. فباختصار يعني بقلكم بعدين بنبلش نشوف الايميل كيف بعتولي اياه كل شيء، رح صورلكم الايميل من الداخل كيف بعتولي اياه كل شيء. اول شيء اذا بتعرفوا انا يعني يوتيوبر تبع شركة تبع بيكيكست، يعني بمعنى شركة بيكيكست بتتواصل معي، فكلكم بتعرفوا هالاشياء اعتقد. فكل الفيديوهات اللي يعني كل الايميلات اللي هن ببعتوا لي اياها عم شاركها معكم هون بالقناه، يعني كلهم بتلاقون. المهم طبعا مع انه احنا لبتحديد الكريسماس فزمان ما بعتوا لنا ايميل، لكن اليوم لا امبارح بعتوا لي هذا الايميل. هذا الفيديو عم صوره امبارح، اليوم رح انزلكم اياه. اوكي سو شو كنا عم نقول؟ طبعا الايميل هن ببعتوا لي اياه يعني كالعاده مشان نزل تحديث الكريسماس بالايام او حبسوا، بعدين هلا رجعوا كمان بيبعتوا لنا، يعني انه بيبعتوا غالبا عن تحديثات واشياء زي كذا. فهلا جايز بعتوا لي عن شغله كثير حلوه بيقولوا فيها انه عن عملوا جايز كانه موقع، مو موقع لكن عملوا صفحه مخصصه لنا بجوجل احنا لازم نسويها، يعني لازم احنا نجاوب على، هي كأنه كويز، يعني هي جايز متكونة من كثير من الأسئلة. بقولوا لك شو أكثر شي حبيت بهذا التحديث، شو أكثر شي هي زي كذا جايز هيك بحكون. فأنا جايز حبيت نشاركه معكم لأنه هني أصلا يعني قالوا feel free to share it with your challenge، يعني شامل يعني خد راحتك وشاركه بالقناة وأي شي بدك. so هلأ let's go. طبعا جايز هاي هي الصفحة، طبعا عاملين فيها كأنه مسابقة يعني على التصويت وكذا. فأهل اليوم جايز راح أصوت معكم لأنه أنا كمان مشاركة، أكيد في اليوم راح أصوت معكم نختار مع بعض. سو هلا أول شي مكتوب بالصفحة بيقولوا لنا annual PKXD award، يعني جوائز اللي هي award PKXD السنوية annual. بعدين هون بيقولوا 2021 was a year full of adventures and good surprises in the PKXD universe, filling more memories with special and unforgettable moments. بعدين بيقولوا and to celebrate such a gestational year, we invite you to vote and help us choose the nominees for the first annual PKXD award. Let's get started. فهون طبعا جايز بس عم يشرحون قوانين اللعبة وكذا كيف تختارون. فهلا جايز رح نبلش. اوكي رح نبلش بأول صفحة اللي هي which of the PKXD events of 2021 was the best، يعني شو أكثر تحديث حبيته كأنه. فأنا شو رح أختار؟ رح أختار second PKXD anniversary. wait هاي هون لأنه ليكو حطوا لنا الكريسماس، فالبات ويك، الهالوين، البروفيشنز فير، يعني
يعني شو اسمه المهنات، وهون الانيفرجي هو عاد بينات بيكيكستي هذا جايز اسبوع الموضه، وهون الجيمر ويك والفاكيشن سيزون تبع الصيف كان كمان كثير حلو، زيرو جرافيتي وايستر 2021. اخترت هلا اخترت سكند انيفرجري، هلا رح نشوف ثاني اشي شو هنش اشياء رح نختارون. ثاني شي رح نختار the most amazing personality in 2021. صراحة مرة صعبة انه شو افضل شخصية كانت عندكم ب 2021، وصعب كثير فرح نشوف الخيارات. عنا اول شيء ريتشارد بي اللي هو ترافلر يعني المسافر، اذا عم تتذكروا كانوا بالايميلات كلهم كانوا بالايميلات كثير عم يحكوا عنه وكذا، فكثير حبيت شخصيته. اوكي كثير حبيت شخصيته لانه كان كثير ذكي، هو اللي عملنا تحديث الكريسماس. وناثانا سوري ذا ماجيسن الساحره ما بعرف بات المهم. عندنا بعدين سيانتست نبي بس تنورا تنورا بامي دمتك ما عليكم، لكن لما بشوف السيانتست عم بتذكر اغنية توايس اللي اسمها سيانتست. يلا يا بونس اثبتوا وجودكم. عندنا ماكسين، او ماي جاد خلص رح صوت الماكسين مع انه موجوده ماكسين، خلص بس عرفت انه ماكسين موجوده خلص بصوت عليها. اوكي سو هلا كمان اللي بعده عندنا which of these did you play with non stop and had a lot of fun، يعني شو اللعبه اللي لعبته كثير حبيته بدون متوقف. خلي افتش عن فريزن فان، هي فريزن فان كان احلى واحد، كلهم حلوين بات فريزن فان عجد ما قدرت اتوقف من اللعب تبعه. أني جايز بقولوا لنا شو أكثر بدلة حبيتوا بالسنة، فرح أختار والله ما أدري بات حبيت هاي تشارليز أمر طبعا كلنا حلو، فهلا بشوف the one you adore and still using، الأشياء أو الباقات اللي أنتوا بتحبون كثير ولساتكم بتلبسون لساتكم بتستخدمون. فعنا هاي وهدولي تعرفوا شو رح أختار؟ رح أختار ملابس جيني لانه كانوا كثير حلوين. اوكي بعدين next هون الحيوان الف اللي حبيته which of these four legged friends rather than fill your heart with joy، يعني شو هن الاصدقاء اللي عندهم اربعة ارجل زي كذا four legged friends، عرفت بقصدوا حيوانات. عندنا ايستر بادي، يعني شو اكثر واحد حبيت يعني قلبك امتلأ بالسعادة لما شفتهم. إيستر باني، كاندي، يونيكورن، وايت شارك، مانتيكور، كابيبارا and فاير دراجون. So I would choose I think كاندي يونيكورن because it's like cute and something. فصراحة ما بعرف كثير منيح المهم بختاره. انتو وش بتختاروا بحيوان أليف؟ والله ما أدري يعني كثير حيراني بعد اختارت كاندي يونيكورن كيوت. Gossip Girl rocks. And hello, which of these spoilers made you count the seconds to find out what news? What's the news? Oh my God! يعني بقصدون شو هني التسريبات اللي أنت حبيتها وظلت عم تعد الثواني لحتى تكتشف شو وراء، يعني لحتى تكتشف التسريبات اللي بعدهم. سو عنا اول شيء هالوين 2021. اوكي عنا هذا سكند انيفرجري سبولر، او عجل هذا اكيد بختار هذا. بس جايز روحوا ارجعوا لتحديث قبل ما ينزل العيد ميلاد جايز، كان عن جد كثير يعني كثير جايز، يعني هالمسألة اللي كان عملها السيانتست كثير صعب بعمل هدول الأشياء هدول، فكثير صعب إن ما عرفتهم بفيديوهات انتو كمان فايا. هلا عنا هدول التانيين كثير حلوين، لكن أكثر شي حبيته هو تبع السكند أنيفرجري، يس كان كثير نار يعني بحمسك. هلا اللي بعده هلو سويت هوم. هلا يعني احنا نختار البيت اللي عجبنا كثير بال 2021. يلا ليتس جو. اوكي رح اختار. اوكي عندنا هيلا كيري هاوس، اركيد هاوس، وعندنا لوفت هاوس، ورابت هول هاوس، وعندنا ادمنز، ادمنز فيكيشن ايلاند هي الحلوه.
بتجنن. عنا كمان سانتا هاوس كلنا حلوين صراحة. بات اختار ادمنز فيكيشن ايلاند اكيد اكيد. هلأ اوه خلص 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 معنا يعني. الاسئلة طبعاً قولوا لي جايز انت لو كنتوا مكاني شو بتختاروا. وبس لي انتوا شو كنتوا بتختاروا سواء الحيوانات التحديثات كل شيء. وبس جايز بحبكم كثير بدي لاقي كثير تفاعل على هذا الفيديو جايز انه طاف عيد ميلادي وبس بحبكم كثير وحطوا لايك ويلا فجروا فيديو لايكات وباي.